بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي هذا اللقاء الذي هو بعنوان دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري. لا يخفى أيها الإخوة في الله أن أشرف ما عمرت به الأوقات وصرفت فيه الساعات وأفنيت فيه الأعمار طلب العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم وتعليمه ونشره والتنويه بفضله وعلو منزلة أهله. ولا يتسع المجال لسرد النصوص الواردة في ذلك، ولكن من أهم تلك النصوص أن الله عز وجل استشهد بأهل العلم على أجل مشهود به وهو توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقد استنبط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية فضل العلم من أكثر من 150 وجها، ومما يدل على فضل العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول ابن القيم، بل يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. بالعلم الشرعي يعرف الله بأسمائه وصفاته، ويعرف شرع الله وأمره ونهيه. بالعلم تتحقق خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. بالعلم الخروج من ظلمات الجهل والاضطراب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بالعلم يعرف المرء كيف يؤدي عبادة ربه، كيف يبر والديه، كيف يصل رحمه، كيف يتعامل مع من حوله، كيف يؤدي ما عليه من حقوق. بالعلم يعرف حقوق ولاة أمره وعلمائه ومجتمعه، فيؤتي كل ذي حق حقه ولا يبخس منه شيئا. بالعلم يثبت المرء على الحق حتى ولو خالفه من خالفه من الناس. بالعلم يعرف آداب وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن لذلك آدابا وضوابط إذا حصل الإخلال فيها حصل الخلل، منها العلم بالمعروف أنه معروف والمنكر أنه منكر. سمع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم ينكر المنكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف المنكر. فإنكار المنكر المستتر غير المنكر الظاهر، والإنكار على المسؤول والأمير غير الإنكار على العامة. العلم سبب للسلامة من التخبط والتذبذب في السلوك، فهو أمان من الوقوع في الغلو والتطرف والانحراف في العقيدة، والانحراف في الفكر، والانحراف في السلوك. إذا بنى الإنسان عقيدته على دليل شرعي من الكتاب والسنة سلم من الضلال والانحراف. بالعلم يسلم السائر في طريق الحياة من مزالق العطب ومواطن الهلاك، فأهل العلم الراسخون يثبتون وقت الفتن، لأنهم يزينون الأمور بميزان العلم الشرعي، ويقدرون المصالح والمفاسد، فيقدمون أعلى المصلحتين عند تعارضهما، وأدنى المفسدتين عند تعين إحداهما. وهذا مما يؤكد الاهتمام بالعلم الشرعي،
ووجوب أخذه عن العلماء الربانيين الذين أخذوا العلم عمن قبلهم من الكبار الذين ساروا على منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. هذا الطريق أمان من الانحراف والضلال، وضد ذلك الهلاك. ثم العلم يؤخذ عن أهله، ولا يؤخذ العلم عمن لا يعرف بعلم، لأن من كان جاهلا فإنه يتسبب في إهلاك من اقتدى به. ثم المقصود أيها الإخوة أن في لزوم العلم والعلماء الربانيين تحقيق وتقوية للأمن الفكري الذي هو أحد أهم أنواع أمن المجتمع، والذي إذا حصل فيه انحراف فلا تسأل عن الهلكة من ضياع للأمن وانتهاك للحرمات وفساد للحرث والنسل. وسأذكر مثالا يدل على أن الرجوع إلى العلماء الربانيين سبب لتحقيق الأمن الفكري والسلامة من الانحراف. روى الإمام مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، أي من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا وقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها أنه خالد مخلد في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، أن من دخل النار لا يخرج منها. فلما سمع هذا الحديث من جابر رضي الله عنه وأن هناك أناس يخرجون من النار قد احترقوا ثم يقعون في نهر من أنهار الجنة فيزول عنهم ذلك ثم يعودون أحسن ما كانوا، ورأى ما تحدث به جابر رضي الله عنه، أزال الله عنه هذا الانحراف الفكري. قال: فرجعنا، أي رجعنا عن هذا الفكر، فرجعنا. ثم أيضا قال: فرجعنا، أي رجعنا عما كنا قد عزمنا عليه، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. انظر كيف أن الرجوع إلى أهل العلم كان سببا في زوال هذه اللوثة الفكرية التي جعلتهم يعتنقون منهج الخوارج، حيث يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، وذلك بسبب انحرافهم الفكري وزعمهم فساد المجتمع، وأنه لا حل في نظرهم إلا بقتل جميع المخالفين لهم، حتى ولو كان ذلك في مكة والمشاعر في زمن الحج. فلما وفقهم الله للقاء العالم الرباني أزال الله عنهم ذلك في جلسة واحدة. ولذا ف
فإن الواجب على من أراد نجاة نفسه أن يلزم العلم الشرعي ويطلبه على أهله من العلماء الربانيين الذين بذلوا أوقاتهم في تعلم العلم وتعليمه ملتزمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان، والبعد عن كل ما خالف هذا المنهج السليم، والحذر من العمل بجهل أو الانسياق مع العواطف، فالعواطف عواصف إن لم تقيد بالعلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا وعقيدتنا وألفتنا وجماعتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح بطانتهم، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.